شفتها على النت، شفتها صورة ضوئية. هل حضرتك شايف هذه القسيمة صحيحة وقانونية أم مزورة؟ زواج. شكلها قسيمة حقيقية زواج. أول الوضع القانوني للزوج زي ما حضرتك عارفة إن هي اشتكته إن مقدم أو مديها قسيمة زواج، وراحت بحثت على قسيمة الزواج، اكتشفت إن قسيمة الزواج دي قسيمة مش ملهاش أصل، يعني مفيش أصل لهذه القسيمة. فمعنى كده من كلامها إن القسيمة دي مزورة. مين اللي ليه الصالح إن هو يزور القسيمة؟ على الرغم إن الأستاذ هاني متزوج من الأستاذة سناء زواج عرفي من عام 2011، وظلت العلاقة الزوجية بتاعتهم قائمة لغاية لما أهلها سألوها أنتي بتقعدي فين وبتتأخري ليه والمشاكل اللي معاكي إيه؟ قالت يا جماعة أنا متجوزة وأنا جوزي موجود وممكن يقعد معاكم ويتكلم معاكم. وبالفعل أستاذ هاني قعد معاهم واتكلم معاهم، مفيش أي مشكلة، بس هي اختلقت فكرة القسيمة علشان والدها طالبها بالقسيمة أكتر من مرة. إيه هي حجتك كمحامي بأن السيد هاني متزوج من السيدة سناء؟ في مستند قانوني؟ في مستند عرفي، ورقة عرفية موجودة؟ موجود إشهاد الطلاق لما اتطلقوا. لما اتطلقوا؟ إقرار الطلاق. وفين وثيقة الزواج العرفية؟ الأستاذة سناء لما حصلت مشكلة ما بينهم، لأن المشكلة بترجع زي ما أقول لحضرتك ل 2011، كانوا مع بعض زملاء في الشغل. أستاذ هاني كان متزوج من 2007 من السيدة تدعي سامية، لكن للأسف بيدعي هو كمان إنه ما كانش عايش حياة زوجية، يعني كان بيقول إن أنا مش مرتاح في جوازي. فهي زميلته في الشغل وقالت له أنا مطلقة والدنيا كويسة، استلطفوا بعض، حبوا بعض، بدأت العلاقة بالفعل. قال لها لا أنا عايزين نتجوز، بس أنا هتجوز عرفي عشان زوجتي ما تعرفش. وافقت. الكلام ده كان في شهر 2. قال لها بس انت مطلقة، طب ممكن تجيبي لي قسيمة الطلاق؟ قعدت بقى التماط لغاية لما جينا في شهر 6 جابت له قسيمة طلاق انها متطلقة في شهر 6. يبقى اذا كانت متزوجة الاستاذ هاني وهي على ذمة رجل اخر. والدليل على كده انها كانت غضبانة عند والدها، وزوجها اسمه محمد محمود شافهم كذا مرة في الشارع اللي عند والدها قبل ما يطلقها رسمي، لغاية لما زوجها طلقها رسمي. هل والدها كان يعلم بزواجها عرفيا؟ لا. الزواج العرفي بيستلزم وجود شهود؟ بيستلزم وجود شهود شهدين. بس هما كانوش عاملين شهود، كانوا كاتبين ورقة عرفي. هي طلبت بالتحديد من هاني ان هو يتزوجها رسميا ثم يطلقها رسميا، موقفه هو ايه من هذا الطلب؟ استاذ هاني قال لي كده بالنص الواحد، انا عشت معها اجمل ايام حياتي، لان انا كنت الطفل المدلل في بيت اهلي، فلما عشت معها حسستني بالتدليل بكل شيء، لدرجة ان هي بعت له بعض الرسائل بتقول له فيها انت نسيت وانا بغسل لك رجلك. يعني ده دليل ان هما كانوا عايشين عيشه كويسه. طب برضو ايه المشكله اللي خلته قلبت عليه؟ ايه اللي خلاها ينقلب مثلا الموضوع راسا على عقب؟ هل من بعد 7 سنوات؟ يعني هي ما جددتش البطاقه من 7 سنين، ما عملتش البطاقه لما اتطلقت انها مطلقه عشان لو في اي مصلحه ليها اي حاجه تعملها، يعني اكتشفت بعد 7 سنين مع انهم متجوزين بقالهم اكتر من 10 سنين. في اي نوع من المراسله ما بين سناء وهاني؟ الواتساب لغايه امبارح. يعني هو موافق يتزوجها رسميا؟ بس على شرط ان هي هتتنازل، تسحب الادعاء بتاعها قدام المحكمه. سناء قالت ان زوجة المدعي عليه هاني ترسل لها ايضا رسائل صوتيه، هل في نوع من المراسله ما بينهم؟ جميل. ايه حقيقه الكلام ده؟ تجيبها لنا. انا لا اعلم شيء. هي طلعت الورقه، واحده ارسلت لك ورقه ما طلعتهاش لك مستند. انا هطرح على حضرتك برضو اقوالها اللي هي قالتها عندنا في الاستوديو، حضرتك رد عليها. هي قالت ان زوجة المدعي عليه الاستاذ هاني ترسل لها تسجيلات صوتية بينها وما بين زوجها بيتقال فيها إنه هو تزوج سناء لتحقيق مصلحتهم وعلشان يرضوا طموحهم وعلشان يعيشهم في مستوى مادي مرتفع. على أساس إن سناء مليارديرة، سناء معها ملايين، سناء على باب الله، سناء بتدور على رزقها، سناء هتجيب الفلوس منين اللي هتصرفها على هاني؟ هي قالت إن أصل قسيمة الزواج سرقها هاني أثناء إقامته معاها في بيت والدها. جميل قوي. هو والدها حاطت القسيمة تحت الدولاب تحت المخدة. أنا طبيعة الحال لما يبقى عندي قسيمة أو قايمة ومعايا مستند زوجة لبنتي أو لأختي بشيلها في أهم مكان عندي وأقفل عليها بالضبة والمفتاح. طيب سناء قالت برضو أنه هاني رافض يروح النيابة وأنه هو هربان ومختفي، رد حضرتك إيه؟ الأستاذ هاني في شغله في شرم الشيخ، ما بين شرم الشيخ والغردقة، لكن أنا لما أقول لحضرتك تعالي احضري في النيابة وأنت عارفة هتروح النيابة هتتحبس 4 أيام ومع ذلك هتخرجي، انا اروح ابهدل نفسي ليه؟ تعليق حضرتك ايه على ادعاء السيد هشام شاهد على العقد وكان ضيف في الاستوديو بان الزوج كلمه وقال له ان سناء كانت عارفه ان هو مزور القسيمه وان المأذون مأذون مزور، بل ودفعت 10,000 جنيه للمأذون، ده كلام هاني كما ادعى هشام. تعليق حضرتك ايه؟
اولا انا ما سمعتش القول ده او الموضوع ده، بس ده وجهة نظر مش تعليق على الموضوع، غير ان انا بقول وجهة نظر. ما يحصلش الكلام ده، لان سناء معها 10,000 جنيه تجيب مأذون، ايه اللي جابرها على كده؟ ايه اللي جابر سناء على كده؟ ايه اللي يخلي سناء توافق انها تتجوز بمأذون غير حقيقي؟ ومع ذلك انا هقول لك اقل الف ب محاماه. انا عايز اعرف القسيمه دي طالعه منين؟ في سيريال نمبر في القسيمه. مفيش في الدوله لحد بيدي دفتر لمأذون الا ما يبقى دفتر المأذون موجود وسيريال نمبر. يعني حضرتك بتقول ان القسيمه دي قسيمه زواج عرفي عقدت ما بين هاني وسناء بينهم لوحدهم بدون شهود؟ لا، بدون شهود او بالشهود هي سناء اللي تقول. ليه؟ لان لا بتقول لك انا عايز حضرتك تقول لي القسيمه فيها شهود ولا مفيش شهود؟ ايه هي يعني وضع السيده سناء الاجتماعي ايه؟ هل هي متزوجه؟ هل هي مطلقه؟ في راي حضرتك مطلقه. مطلقه؟ مطلقه من زواج عرفي. من زواج عرفي. في 200,000 جنيه الاستاذ هاني اخذهم منها من ايه؟ بتوع ايه؟ معلش، هي الاستاذه سناء يعني عندها القدره يبقى معاها مبلغ 200,000 جنيه؟ ايه اللي جبرها على كده؟ قالت ان هي في وقت من الاوقات كان معاها المبلغ ده. منين؟ من شغل ايه؟ هو ده سؤال. لو عندها مكتب ملابس يبقى معنى كده ال 200,000 جنيه ده مكسب مثلا؟ هنشوف الاقرارات الضريبيه بتاعتها، اكيد عملت اقرار ضريبي للشغل اللي هي فيه، هل بتكسب المبالغ الماليه دي؟ ما اظنش. يعني حضرتك بتقول العكس، ان هو اللي دافع لها. هو دافع لها كذا موقف ومعانا كل حاجه ليها دليلها. طب ليه استاذ هاني ساكت؟ برضه ما سالتش حضرتك. ليه ساكت؟ لانه لسه ما زال. عشان لسه بيحبها. هما الاثنين بيحبوا بعض. هما الاثنين بيحبوا بعض. الاوراق الرسميه التي لديكم والتي ستتقدمون بها الى النيابه، ما هجيبها منين؟ اصول لايه؟ للزواج العرفي. ايوه، ورقه اصليه. نعم. مش رسميه، ورقه اصليه. ايوه موجوده، بس هو لو طلعها هي اللي هتضر. بس هي يعتد بيها اذا هي ورقه بيها. يعتد بيها في المحكمه. صح، ده في الزواج. نعم، بس لو طلعها هي اللي هتضر. تاريخها 2/11 2/2011، شهر 2/2011، وهي طلقت من زوجها الاول شهر 6/2011. اذا يعني هي تزوجته وهي لسه على ذمه زوجها. وهي على ذمه واحد تاني، فهو اللي هيضرها. ده برضه مانع الاستاذ هاني انه يتدخل في النقطه دي او يظهر الورقه دي. خوف